شيخ وحال الرباب يري العشرة دينا تشوجسو أمر بانا نو يمي كاسان لا وياك أمر بدول دكينيا هو أمر غاتا ما نقول كتابة دي مساجد ما يري دولة دكينيا ما ها لكن شيخ عرضا لن مسل بكاها با إسو أمري ما قعي باير عكاش يري عكاش مركا وران مغلا نور قربان مغلاي نكا الجديد يري وانا أقان لا سيطرة نقول هاي ورن استيذانا أقول إماما أمك كمئه مؤذن كمئه إمام كيس مؤذن كيس ما أقامه وح مساجديها أني هوسي ماذنا ما بك بيد أهم عداد دي دينا جو جزو ماشا واحد جلو لما اللي يراد سبيشال برانش بيور مسي في الفوس قلو يوهن جبي قلو انه بتسوقي ده يا صدر يا انكو يلو خلاص waa lagu soo diray shaqo kaash ama soo diray ama anaga kugu soo direen jawaasiis iyo boolis iyo sirdoon iyo nabad sugid dowlad baa iska leh shaqada kuma lihin mana aqaan hal qof xataa kama aqaan qof erigeena ma arag station erigeen maba tegin waa tahay shaqo Cabdulqaadir maalmihii dambe waxaan baraa bulshada ku arkaynay muuqaal uu soo duubay waad loo magacaabo sheekh Mustafa Cali Caanood wuxuu tilmaamay dabcan uu ka sheekeeyey sida uu sheegay qiso ku qabsatay masjid ku yaalla Kenya gaar ahaan Nairobi oo uu sheegay in adiga markii dambe aad ka edisay sida uu hadalku dhigay marka ugu horeysa ma jirta wax aqoon oo ka dhaxaysa adiga iyo Mustafa Cali Caanood بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شيخ مصطفى علي عانوت ولي مارك أقول أمري ولي عمري ما أنا أرك ويسوق غار ورك صدى شيء يسو برا برشد وان كو اركي صور كيسا سنه ماشي كو اركم وي مرا كل من دكنا كما اقان ولي ما ارك اقون عمري وح على قر الاحمر انا مجرى بارك الله فيك هذا الكيس واخ شي قيب كهد انه شيء مسجد لو مغعا برهان ستيت وكو يلا نيروبي ان مسجد كاسي او دروس اخنيي ان اديغو استعمالي اما اديكسن امامك مسجدك اناد ان امرت ان مسجدك توجي دروستا سياسة كاكا تاغو رتاس يا رمحا كجيرا ايضا وبان عاد شيخه نسال الله السلامه والعافيه وح كجيرا لما اركو مساجد كابران ستيد اللي يراه ذنا بران ستيد لو مسجد اكو تالو مسجد قديم واي بران ستيد كاسا لو يقان مسجد فرقان اللي يراه ذو ومخايد اربا اللي يراه ايري ذكويا لنا ويجيران لفظها مسجد لا سيطرة نقول هاي بران استيذانا أقول إماما أمك كمئه مؤذن كمئه إمام كيس مؤذن كيس ما أقامه وح مساجديها أري هوسي ما ذنا ما بك بيد أهم وح كجر ملا ما بقى أنت المرء حافظ داس تدري هو بلا بيان صلاة هو قبطه أن كنت كذا مويه حتى إمام كيسانا أقول ولا مؤذن كيسانا أقول مركا ولينا ما مقل كان نيروبي حكو اخري حتى ما مقل اني ولي ولا كان دا شيء يس ولي ما مقل حتى حكو اخري بس مركو هو افتراء او انت بنت انت لاك شيخو انا وحكو حبار ما قرناي من انا نس اقوني وانا ولي انا ارك مساجد انا اقوني او ولي انا سيطرنا كيال المسؤول انا كنقن يا انه الى هذا الحد اويراه شيخ هو كذب صريح هو إلهي ما أرد سبحانه وتعالى عمله الله بما يستحق ما كان مركز لقدتك مسجد كاسي مجرى مسجد كلا أو هبيرات ما ممكن سقايب كتهاي أو قف طبعا فافينا أرقتي تكفيرك سيون ها تأد لقي إلي مجرتا أو مساجد كلا ما يا شيخ أنا مساجد مسؤول كأو مجرتا حكم إذا مساجد مسؤول كأك مسجد الشيخ كأهي لكن أنا مسؤول كأهين ودروسي كتبها كو اخرنا مساجد 8 ستريت اللي راه مسجد 6 ستريت اللي راه وهرك كسوتكي صدح مسجد بحد انا مسؤوليه دودي عن هيا مسجد السنه اللي راه كاليفورنيا حافظ اللي راه كو يالا وسيدي كترسن مول كهذا لا دسي او بي بي اس اللي راه ايو هو كجرا جنوب كوفرتو كجرا كل دير بون هوسيس كو يالا نكاس الولي اسم ساج شيء قسم إيمان مسجد لبعضه وحجرته وشري كذا قا قاب كا أبس كذا كوي على يتن دير دير مش كتارلو قول دير وكوسي على مسجد توحيد اللي راه ذا سماها
isagana mas-uuliyaddiisa anaa iskaray ninkaana weligii ma imaanay waana masaajid cusub hadda dhowr dhisan waay masjidka kale juja biya la yidhaahdaa masaajid aniga aan u tawaliye dhismihiisii aniga rag kale aan ka shaqayno ahaa laba usbuuc isagoo furan baaba aan hadda inta imidba intaba saddexdaa masaajid ninkaana lagama yaqaan qof inta yimid takfiir wato oo aan ka joojinana maba jiraba ma aan arkin wax takfiir wato aan ka joojinna maba jiraba si ninkaa beentiisa ay u caddaato inuu been loo yaho kaadibi yahay ay u caddaato dadka nairobi degan dhegaysto warkan dhegaysto ninka uu sheegayay keygana dhegaysto waxaan dhihi lahaa oon kula talin lahaa bal guddiga masaajidka burhaan stede la yidhaahdo guddi buu leeyahay guddigiisa ha u tagaan bal ha weydiiyaan ninkan iyo masaajidka aniga waxaan ka ahay iyo xaalkiisa ha weydiiyeen muxuu kaashaa masaajidkan saydaro ku leh oo awood ku leh ma guddi uu ka tirsan yahay ma imaduu mushaar siiyaa ma mas-uuliyaddiisu hoos yimaadaa ma amar iyo nahyi miyuu ku leeyahay yacni bal guddiga dadka masaajidka masaajid aan guddi lahayn ma jiro madaxda guddiga weliba ha u tageen imaamka ha u tageen mu-adinka ha u tageen inuu been low yahay marka si ay u caddaato weeyaan nas'alu llaha asalaama walcaafiya baaraka allahu fiikum marka sheekh ninkaas yacni waxa waa nin been u tacamuday oo ilaahay kaga fogaaday waxaan leeyahay ilaahay u tooba keeno hana caddaysta arrintan ha ku laabto warka u faafiyey inuu been sheegay oo ummadda ilaahay hortiisa been ugu sheegay intii dhegaysato dha markhaatii ka noqonaya waa kadib waaye sariix ah waxa waaye waa inuu intu adduunyada joogo inuu beenta ka soo noqdaan an ugu nasaxaynaya maadaama maaragtay aan u jeeda nin khaldame inuu yahay sheekh cabdiqadir isfa muuqaalkaas waxaa qayb ka ahayd oo uu sheegay in markii uu ka dhaga adeegay masaajidka inuu wareejiyaamu ka tago inaad ugu hanjabteen adiga iyo imaamka in loo adeegsan doono waxa lagu sheegay jawaasiis ama ciidamo markaas sirdoon ah arrintaas sheekh ayadana ma tahay mid dhab ahoo horta waa kadib waa been waay ninka yidhi cukaash baan masaajid iga joojiyey ninka yidhi buran stede buu madax ku leeyahay ninka u qasday yidhi imaam aanan aqoonin oo wuu yaqaano cukaasha soo diray yacni baciid maaha inuu tano beentaano kale u sheego jawaasiis iyo boolis iyo sirdoon iyo nabad sugid dowlad baa iska leh shaqada kuma lihin mana aqaan hal qof xataa kama aqaan qof weligeena ma arag stationna weligeen maba teginba nin station tegay xataa iska da meel kale ma ih marka waa kadib been aan meel loogu soo gabada jirin marka waad ogtahay xataa inuu axaadiista akhristo walaa yazaalu rajulu yakdibu wayataxara lkadiba xataa yuktab cinda allahi kadaaba ninkaasoo kale yuktab cinda allahi kadaab been lowa dowladdii ay barwadaad maskiin aho masaajidaha iska joogo dadka waxu akhriyaanahay waa kadib sariixa waay marka intaasaan uga baxayna ninkaas haddaa su-aal kale iweydiinaysa waa kheyr laakiin waxaas waa beentis kuwaas horey la mid yihiin oo kasii daraya waa iftiraa.